السلام عليكم. الله يسعد لي جميع أوقاتكم بكل خير يا رب العالمين. الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الثعلب الثلجي أعطاه قدرات حتى يستطيع أن يعيش في مثل هذه الأجواء. من القدرات اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه غير الفرو اللي موجود عليه، إلا أن عنده حاسة سمع قوية جدا، يستطيع أن يحدد موقع القوارض اللي تمشي تحت الثلج، ثم بعد ذلك ينقض عليها بطريقة عجيبة جدا ويصطادها. مثل هذا حدد، ركز، ثم قفز، ما شاء الله تبارك الرحمن، وإذا صيدته معه. سبحان من خلقه وأبدعه وصوره وأعطى هذه القدرات.